انا تنقولها دائما لي ستيليست ولي كرياتور هما كعائله بالنسبه لي لانني بديت صغيره بزاف فهذا يعني سمتوش بوكو نسمع هذه الكلمه هذه. السر بالقفطان يعني بون انا القفطان ديجا واحد اللبسه اللي هي تقليديه تنشوفها كاحسن ليا من كسوه واحسن ليا من اي حاجه يعني تنكون حاسه براسي وبالانوثه ديالي وب يعني تكون واثقه في نفسي فاش نكون في قفطان. ما نساوش كيما قلت لك بديت صغيره بزاف فتعلمت ماشي واحد النهار لبست قفطان وعرفت نتمشى به يعني كيكون واحد المشيه سبيسيال واحد الوقفه سبيسيال واحد خصنا نعطيوه النخوه اللي تتمشى معاه. بون هو تيكون هو بعدا معاون بزاف لان الا جينا نشوفوا لا مورفولوجي او المورفولوجيا ديال المراه كنلقاو ان المورفولوجيا يعني اللي كتزيد ملي كتبين واحد الانوثه كما قلت لك الاناقه هي تتسمى بسابلي بيت لو بيت يعني كيكون الحصر هنايا كيكون ضيق بزاف وعاد تيكون الكساف شويه عرض ولي اون شويه تيخرج. دوك حنا بون هذاك هو لا كوب ديال القفطان ماشيه بحال هكذا دونك هي كتعاون بزاف فبالتالي كتبقى المشيه كتبقى سي ان انترينمون يعني سي ان انترينمون انهم بون بالنسبه للمغرب ديالنا ما عندناش لي زاجونس دو مانكينا يعني مازال ما كاينينش بزاف دونك دائما تنقول دير الماكينه حدا قرايتك او حدا خدمتك وشوف الى مثلا طلع فاش غادي تطلع لك كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا الى كملتي في الموضه مزيان ولكن دائما الواحد يدير شي حاجه اكوتي يعني انا دابا كنخدم كندير عندي ليميسيون في القناه اللي نتوما عارفين يعني كندير بزاف الحوايج عندي واحد ليميسيون ديالي انا في سوغ انترنيت يعني كنخدم بزاف الحوايج وهكذاك وحده واليومين هذا وحده هادشي عاد كندير عريضه ازياء حبا للقفطان وحبا لهذا العالم هذا اللي تحت فيه وانا باقا صغيره اليومين هذا. دونك تنصحهم انهم يقراو اكوتي او لا يكونوا خدامين وشنو نقدر نقول لهم عاوتاني بون ياكلوا ماكله صحيه يحاولوا يديروا شويه الرياضه لان الرياضه مزيانه سواء كنتي مانكا ولا ماشي مانكا واخا انا بيني وبينك بس نديرش الرياضه بزاف ولكن تنحضي بزاف مع شنو تناكل وهادشي اللي كاين وحدهم على بو ديالهم ما ينعسوش سونس دي ماكيي لان شو الماركات تتبع يعني لو فيزيك ديالها ليماج ديالها وهذا الشيء اللي غادي نقول لهم بالتوفيق ان شاء الله. تنصغر لاله مولاتي وكنقول لهم بلي انا يعني تنتبع بزاف شنو هما الاعمال اللي تديروا نتوما مساعدين الموضه محتاجه لان كاينين دي زارتيزون من موراها كاينين دي جون اللي كيخدموا فكنتمنى لكم التوفيق وحضروا معنا حنايا وبقاو دائما حاضرين معكم نتوما. شكرا.